السيدة انتصار السيسي حرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً برحب بيكم، مبسوطة جداً وسعيدة بيكم. نماذج جميلة ومشرفة في مبادرات كتير، يمكن تكون سمعتوا عنها زي مبادرة دوي ونورة. المبادرات دي بتهدف ان هي توعي الفتيات، تخليها تبقى متمكنة من ان هي تقدر تقف قدام التحديات للمواقف اللي ممكن هي تتعرض لها. احنا فكرنا في العامل النفسي للسيدة الريفي، وده يجي ازاي؟ يجي بإن إحنا نوعيها ونعرفها إزاي هي تعيش حياة كريمة، يبقى عندها وعي وإدراك إزاي تربي ولادها، إزاي تحط في ولادها حب الرياضة، إزاي إن هي تتخذ نظام صحي لولادها. إن البنت لما تيجي ترتبط لازم تتأهل الأول قبل ما ترتبط، تبقى هي عارفة كويس هي إيه هو الزواج، ايه هي مسؤولياته، ازاي تدير بيت، ازاي هي تتعامل مع زوجها، ازاي تتعامل مع طفلها. حاجه كمان احنا قلنا ان احنا عايزين الست الريفيه تقدر تعمل عمل، نعلمها. نيجي بقى لدور الرائدات. الرائدات بصراحه معانا هم همزه الوصل، لان احنا ما نقدرش نلتقي بكل السيدات الريفيات، ففكرنا في فكره ان احنا يبقى لينا في كل قريه ناس منها من داخل القرية، يكونوا هم دول الرائدات اللي احنا بنلتقي بيهم ونشوف مشاكلهم ونسمعها، ولو في ايدينا حل ان احنا نقدر نحله بنحله مع بعض. مبسوطة بيكم جدا وسعيدة بيكم. ربنا يخليكم. شكرا. كل عام وسيادتك بخير، وخالص الشكر والامتنان لدعمكم الدائم لقضايا المرأة والفتاة المصرية. حظيت مبادرتي نورة ودوي لتمكين فتيات مصر برعايتكم الكريمة العام الماضي، كما حظيت المبادرتين بمتابعتكم الدقيقة الدائمة لهذا الإطار الوطني الهام الذي يأتي في إطار أهم مشروع تنموي تشهده مصر في تاريخها، وهو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وفي هذا السياق فقد تم إطلاق مبادرة دوي للفتيان كما قررت سيادتك، بعد أن أثبتت اختلافها ونجاحها مع الفتيات. الستات ملهمين، مؤثرين، جدعان، مكافحين، صحاب رسالة. مش قلتلكم مش محتاجين يثبتوا أنهم موجودين؟ ببساطة هم نص الدنيا. بنشكر حضرتك جداً وبنرحب بيكي، وبنقول لك كل سنة وانت طيبة على الإتاحة الجميلة أن احنا نكون قدامك النهاردة ونقدر يعني نتكلم عن تجربتنا. فكرت في عمل أول جمعية متخصصة علمية لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة السويس، جمعية الصفاء. دلوقتي المركز بيخدم فوق 150 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، موفر عمل لأكثر من 55 أخصائية وأخصائي مدربين، إحنا مدربينهم في المركز. معانا أول مركز متخصص للتدخل المبكر من عمر يوم بشتغل فيه، أنا وفريق عمل متخصص بنشتغل مع طفل عمره شهر ونكبر بيه. أنا أستاذ مخ وأعصاب في جامعة عين شمس، ومسؤولة عن عيادة أعصاب أطفال في الدمرداش وعين شمس التخصصي ومستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي في السيدة زينب. بعالج الأولاد من ذوي القدرات. أنا عندي 3 أولاد، يشاء ربنا إن البنت توأم الولد الكبير تبقى من ذوي القدرات. البنت الحمد لله بطلة سباحة على الجمهورية، محققة الأسبوع اللي فات 4 ميداليات، هي أول بنوتة دمج في الكونسرفاتوار، وأملي إن شاء الله إنها تبقى أول مغنية أوبرا من ذوي القدرات متعددة الإعاقة من مصر بإذن الله، في ظل دعم سيادتكم والدولة لذوي القدرات. أنا دخلت مدارس الصم، أنا في مدرسة الأمل الصم بالزقازيق، دخلت في وسطهم قالوا لي هنعلمك، بس تعلمي زي ما نعلمك صح تعلمي الناس صح.
بشكر حضرتك جدا جدا جدا، انت ست جميله وبنحبك قوي، ست مصريه بسيطه وجدعه وام. والان نتشرف بدعوه السيده انتصار السيسي حرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكريم عدد من الايقونات والنماذج المصريه الملهمه. جميلة اللي بتكافح زيكم، واحنا نفسنا نقول للدنيا كلها ومصر كلها ان في ستات، مش هنقول بألف راجل، لا دي بالدنيا كلها. ربنا يوفقكم ودايما يا رب اسمع عنكم كل خير، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان وبمناسبة عيد المرأة، وان شاء الله نتقابل تاني وكلنا نصيب ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين.